خبر جديد عن عملة بيتكوين لينكد. العملة نزلت منصة جديدة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وده بيضيف قوة جبارة للعملة. هنكتب اسم العملة بالحروف الكابيتال بالكامل وهو BCL، وده اختصار عملة بيتكوين ليجند بالشكل ده. وعايز اكلمكم الى ان العملة تيجي، ان التعدين حاليا لسه متاح، وتقدر انك انت تعدن العملة بصورة مجانية وتجمع اكبر قدر بصورة مجانية، والبيع هيكون في شهر 5 والتوثيق هيكون في شهر 5، يعني بيع وتوثيق هيكون في شهر 5. دي عملة بيتكوين لينكد الخاصة بينا، هنضغط على الخانة دي ونشوف بقى العملة بتاعتنا على المنصة الجديدة نزلت. كل ما تكون العملة على منصات أكتر كل ما بيزيد سعرها أكتر، وحاليا إحنا منتظرين البيع في شهر 5. زي ما انتوا شايفين سعر العملة حاليا 13 سنت للعملة الواحدة. يعني افرض انت مثلا لو هتبيع بالسعر ده، يعني مثلا معاك 1000 عملة كده معاك $135. اعمل يا جدع لايك، اقرا لي، قول لي الله ينور، ما تقل اشتمني، وفي ما كده بتقدرني، انما ما تعمل لي تقرا وما تعملش حاجه، تبحلق وتبرق بس بالكومنت او في البوست، بحلق بره انت داخل على الفيسبوك عشان تبقى بحلق بره. طيب انا حاليا بقول لك ما تبيعش ابدا غير عند سعر $1 للعمله، لان العمله سعرها هيزيد زي العملات المشفرة دي، زيها زي الذهب كل يوم السعر بيزيد. انت ما بتعملش اي شيء انك انت تعدن العملة وتخزنها عندك وبعدين تنتظر وقت البيع، وكل ما تستنى وكل ما يكون عندك صبر اكتر كل ما هتكسب اكتر. العملة نزلت على منصة برضو اخرى انا شرحتها قبل كده، وهي منصة البنك. بكده في منصتين معانا شغالين بعملة بيتكوين ليجند، والتعدين لسه متاح ولسه الفرصة متاحة معاك. لو انت اول مرة تسمع عن العملة دي ومش فاهم احنا بنتكلم عليه، هسيب لك فيديو برضو وهسيب لك شرح في اول تعليق انك انت تقدر تعدل العملة دي بصورة مجانية، في الاخر برضو تتحصل على قيمة او جزء من العملة تقدر تبيعه عفوا تقدر تبيعه بعدين. ما ضيعش الفرصة منك تعدل العملة بصورة مجانية عن طريق انك انت تروح متجر بلاي وبتكتب اسم بيتكوين ليجند، بيظهر لك التطبيق في اول خانة بالشكل ده، بتثبته وبعدها تفتح التطبيق بتسجل بيه بحساب جيميل وبتديه الصلاحيات الكاملة للحساب، وبعدها بيطلب منك رمز تسجيل الدخول فبتكتبه عندك، ده بيديك حوالي 10 عملات. لو صبرت العملة توصل $1 فانت كده معاك $10، لو ما صبرتش فكده انت معاك يعني وبعت بالسعر الحالي فانت كده معاك حوالي $1.50. وانت اصلا كل اللي بتعمله انك انت كل 24 ساعة بتضغط على خانة او دايرة التعدين كل 24 ساعة، وهو بيعدل لوحده، بيديك في اليوم حوالي 7 عملات مثلا في اليوم، تمام وبس. وكل ما تجيب أشخاص أكتر يكتبوا الكود الخاص بيك فأنت برضو بتكسب أكتر. بعد ما بتحمل التطبيق وبتكتب الكود بتروح لخانة الملف الشخصي بالشكل ده، من الخانة دي الملف الشخصي، وبعدها بتحدث البيانات الخاصة بيك، والمفروض ويفضل بياناتك تكون صحيحة 100%، يعني مش أسماء كده خلاص. الاسم الحقيقي اكتب اسمك الحقيقي واسم والدك الحقيقي، وهنا في الاسم المستعار اكتب اي اسم وارقام عادي. بعدين هنا ده الرمز الخاص بيك، رمز الحالة الخاص بيك اللي هتديه للناس، وهنا بقى بيكون الدولة بتختارها، وهنا رقم التليفون الخاص بيك بتسجله بالشكل ده.